خليني سريعا قبل ما نتكلم بتفاصيل اكتر نروح للزميله العزيزه هنا ابو القاسم ولقاء مهم مع الكابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي السابق وحارس مرمى النادي الاهلي السابق. اتفضلي يا هنا. برحب بيك يا امير من جديد وكابتن هيثم وطبعا بضيفك الكريم استاذ جمال الزهيري ومعي في هذه اللحظات كابتن امير عبد الحميد طبعا نجم النادي الاهلي. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني الحقيقه اجواء اكثر من رائعه مليانه بحب النادي الاهلي وحضرتك حريص على التواجد وادلاء بصوتك. اهلا بك يا هنا، طبعا انا سعيد جدا ان انا معاكي وطبعا عبر قناه النادي الاهلي بيتي طبعا، وده نادية وزي ما انت بتقولي الواحد تربى على قيم ومبادئ ومن واحنا صغيرين، في نفس الوقت يعني طبيعي ان انا انزل يعني ادي صوتي للقائمة اللي هي هتفيد النادي الاهلي واللي دايما يعني بتطور من النادي الاهلي، والطبيعي ان انت كل 4 سنين بيبقى في انتخابات فبنشوف طبعا تطوير وبنشوف انشاءات وبنشوف استادات بنشوف حاجات حلوه جدا، فطبيعي ان انا دي مسؤوليه بالنسبه لي ان انا النهارده انزل للناديه اللي انا بحبه وتربيت في جدران النادي الاهلي ومن وانا صغير، فطبيعي ان انا انزل ادي صوتي للنادي وللقائمه اللي هتفيد النادي الاهلي. وانا سعيد جدا، يوم جميل جدا بصراحه، يعني يوم كويس جدا، ناس كتير جدا ما شاء الله وفي تنظيم هايل من جميع البوابات، يعني بصراحه بشكر كل الناس المسؤوله على التنظيم، طبعا بدعو كل الناس ان هي تنزل تدي صوتها ويكون كل واحد مسؤول ان هو يدي صوته للنادي الاهلي وللقائمه اللي هتفيد النادي الاهلي، فيوم سعيد والواحد مبسوط جدا وسط الناس دي كلها، وخصوصا ان انت النهارده بتقابلي ناس كتير جدا ما تبقيش شايفاهم سواء اعضاء نادي الاهلي مدينه نصر او زايد او كل الفروع اللي موجوده، بنتقابل كلنا مع بعض ودي حاجه كويسه ودي حاجه اللي النادي الاهلي ربنا عليها ان احنا نكون كلنا واحد، وطبعا مش هننسى جمهورنا الكبير جدا سواء عضو او غير عضو، النادي الاهلي نادي كبير وطبيعي ان الواحد يجي النهارده، وانا سعيد جدا ان انا النهارده موجود في يوم تاريخي زي دوت وزي ما بيقولوا يوم عيد يعني. يعني يمكن حضرتك لسه ما دخلتش داخل الخيمه الانتخابيه لكن طبعا مريت ببوابه النادي الاهلي وشايف الاجواء، عايزه بقى حضرتك تكلمني على التنظيم منذ دخولك من بوابه النادي الاهلي. بصراحه التنظيم جامد جدا، اكيد في شويه زحمه بره طبيعي ده لان في ناس كتير جدا، وهنا طبعا ودي حاجه كويسه ان طبعا يوم انتخاب فطبيعي الناس تدي صوتها، لكن بالنسبه للتنظيم هايل وشايف ان الناس كلها يعني بصراحه الدخول والخروج في منتهى يعني الانضباط والناس كلها منضبطه والناس وكل التسهيل سواء الدخول او الخروج، انا شايف ان الامور مختلفه الانتخابات دي، فطبيعي ان الناس كلها تيجي، وطبيعي مش جديد على النادي الاهلي التنظيم، مش جديد على النادي الاهلي الانضباط، ويمكن النادي الاهلي اكيد الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي مختلف تماما عن اي تنظيم، والنادي الاهلي مختلف دايما وده اللي احنا اتربينا عليه، حتى واحنا بنلعب بره لما لعبنا بره نادينا النادي الاهلي الواحد كان بيعاني شويه لان النادي الاهلي الواحد اتربى على حاجات وسلوكيات معينه وتنظيم معين، فطبيعي النادي الاهلي مختلف، طبيعي النادي الاهلي اما تقولي ان في تنظيم او تقولي ان في افتتاحيه حاجه معينه اكيد النادي الاهلي هو مميز، اكيد النادي الاهلي بيبقى رقم واحد دايما يعني. في النهايه بقى يا كابتن عايزين حضرتك توجه كلمه لكل اعضاء الجمعيه العموميه بمناسبه طبعا الانتخابات اليوم. انا بدعو كل الناس ان هي تنزل تشارك بصوتها، وكل الناس اكيد واعيه وكل الناس فاهمه ان هي تدي كل واحد يدي صوته للقائمه اللي هي هتفيد النادي الاهلي من تطور، في ناس كتير جدا في فكر متطور موجود، شفنا حاجات كتيره جدا جديده الفتره الاخيره، اتمنى ليهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، وبدعو كل الناس ان هي تنزل تدي صوتها للنادي الاهلي ان ده نادي كبير ونادي عظيم وليه الخير والفضل علينا كلنا. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. شكرا شكرا. يعني ده كان لقائي مع كابتن أمير عبد الحميد ولسه طبعا مستمرين معاكم في لقاءات حصرية فقط وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي، العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك يا هنا، شكرا جزيلا، وأكيد لسه هيكون عندنا لقاءات أخرى مع زمايلنا الأعزاء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطلعونا بشكل أكبر وأوضح على يعني توافد جماهير النادي الأهلي أو أعضاء النادي الأهلي تحديدا أثناء هذه العملية الانتخابية.